نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. تحية من جديد. شن الجيش السوري عملية عسكرية استباقية واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة في أغلب مناطق ريف دمشق، محققا بحسب مصادره الإعلامية تقدما ملحوظا في داريا وجوبر بريف العاصمة. وفي حلب سجل الجيش تقدما في السفيرة التي تضم مئات المسلحين من جبهة النصرة. وفي ريف حماة استعاد السيطرة على بلدة كرناز بعد 16 يوما من المعارك العنيفة مع المسلحين. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الجيش قضى على مسلحين من جبهة النصرة وأحرار الشام في البلدة ودمر مقرهم وضبطت مصانع للعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف. على خلفية المعلومات الأمنية التي تواردت للقوات السورية عن تخطيط الجماعات المسلحة لعملية اقتحام العاصمة دمشق للمرة الثانية تحت عناوين ومسميات عديدة أطلقتها تلك الجماعات، قام الجيش السوري بشن عمليات عسكرية استباقية على جبهات عدة موقعا المئات من المسلحين بين قتيل وجريح. القوات السورية التي وسعت دائرة الاشتباكات في زملكة وعربين وحرست حتى جوبر مركز ثقل المسلحين بريف دمشق أوقعت العشرات من مسلحين تابعين لجبهة النصرة بحسب المصادر العسكرية. جتنا بعض المعلومات من الأجهزة الأمنية أنه سيتم دخول المسلحين إلى مدينة دمشق بعدة محاور من زملكة وعربين. الجيش السوري قام بإحباط هذا الدخول وتكبيد المسلحين والإرهابيين خسائر كبيرة وفادحة. وبحسب الوحدات القتالية للجيش السوري التي تمركزت على أطراف دارية المطلة على المعظمية المجاورة، فأن تقدما كبيرا تحقق في تلك المدينة ضد مسلحي جبهة النصرة. المسلحين من معظم مناطق دارية حتى باتوا بالأطراف يستغيثون ويطلبون العون، لكن نحن بهمة رجالنا بدنا نخلصهم من دارية ونخلص الشعب السوري منهم. وبعد معارك شرسة استطاعت الوحدات العسكرية السيطرة على حران العواميد القريبة من مطار دمشق الدولي. نحن الآن في حران العواميد من الجهة الشمالية من حران العواميد، ونحن في طريقنا باتجاه مرج السلطان لتطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، وتم تنظيف هذه المنطقة بالكامل من المجموعات المسلحة وهي منطقة آمنة. عملية عسكرية للجيش السوري استطاع من خلالها إفشال محاولة اقتحام العاصمة دمشق للمرة الثانية وفرض طوقا أمنيا خال من المسلحين حول العاصمة وسط تقدم للقوات السورية في أغلب مناطق الريف. لا تختلف الصورة كثيرا في مدينة حلب، لا سيما بعد وصول التعزيزات العسكرية للجيش السوري، فقد تم القضاء على عدد من المسلحين الأجانب في مدينة السفيرة التي تعتبر مركزا رئيسا لعناصر تنظيم القاعدة. كذلك هو الحال في الشيخ سعيد وفق ما يقوله الإعلام الرسمي. ويقول متابعون أن استنفار الجماعات المسلحة في هذه الأوقات يأتي في إطار تحقيق مكاسب سياسية يمكن البناء عليها مستقبلا، مع إجماع الكثير من الأوساط الدولية على أن الحل السياسي بات قريبا كونه السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. مازن سلمو، العالم، دمشق. دعت عائلتا كايد ولد نيفات بقرية قرفة في درعا الآباء والأبناء في حوران خصوصا وسوريا عموما أن يبرأوا ممن يرتكب ما حرم الله من قتل وخطف وتخريب وفساد في الأرض وزرع الفتن، وأن يقف الجميع مع وحدة سوريا أرضا وشعبا. وفي بيان لهما أعلنت العائلتان براءتهما من الأعمال الإجرامية التي قام بها المجرمون الفارون علاء الكايد وأشقائه وهادي أحمد الدنيفات وأشقائه وأعمامه من قتل وخطف وتخريب بحق الشهيد فايز الغزالي وولده الشهيد حسام وولده المخطوف المحرر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن عائلتي الكايد والدنيفات بقرية قرفة بحوران استجابة لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نحن عائلتي الكايد والدنيفات من قرية قرفة محافظة درعا،
نعلن براءتنا من الأعمال الإجرامية التي قام بها المجرمون الفارون علاء الكايد وأشقائه وهادي أحمد الدنيفات وأشقائه وأعمامه من قتل وخطف وتخريب بحق الشهيد فايز الغزالي شقيق سيادة اللواء رستم الغزالي وولده الشهيد حسام وولده المخطوف المحرر جلال من قرية قرفة، ونتبرأ منهم كونهم ينتمون لعائلاتنا اسما وقد خرجوا بأعمالهم الإجرامية عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا. إننا نؤمن بأن من يعتدي على الإنسان إنما يعتدي على الإنسانية جمعاء. وانطلاقا من ذلك فإننا نهيب بكل الآباء والأبناء في حوران خصوصا وسوريا عموما أن يتبرأوا ممن يرتكب ما حرم الله تعالى من قتل وخطف وتخريب وفساد في الأرض وزرع الفتن، وأن نقف جميعا مع وحدة الجمهورية العربية السورية أرضا وشعبا بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وأن يتبرأوا منهم ومن أعمالهم وسلوكهم وإجرامهم كما أمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام أن يتبرأ من ولده قائلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ونصرة للحق سنعمل جاهدين على تسليم المجرمين المذكورين للعدالة تاركي لعائلات الغزالي الكريمة في قرية قرفة بحوران الحق الشرعي للقصاص أو العفو، وهي دعوة لكل السوريين لتحكيم شرع الله وتغليب لغة العقل والاحتكام لمصلحة الوطن لتنتشر راية المحبة والسلام والوئام في ربوع سوريا الحبيبة، والله خير الشاهدين. عائلة الكايد في قرية قرفة بمحافظة درعا، وعنهم أحمد عبد الكريم الكايد، موفق عبد المجيد الكايد وأولاده وأشقائه، فايز أحمد الكايد وأشقائه، إسماعيل محمد سليمان الكايد وأشقائه، أحمد محمود الكايد أبو واثق. عائلة الدنيفات في قرية قرفة بمحافظة درعا، وعنهم المختار إبراهيم طالب الدنيفات وأولاده، عادي الدنيفات وأولاده، القاضي طالب الدنيفات وأولاده. أنا إبراهيم طالب الدنيفات مختار قرية قرفة. نحن مع سيادة الرئيس قلبا وقالبا ومع القطر العربي السوري كل واحد شريف فيه، ونسيبنا اللواء رستم وهو علم من أعلام الدولة، لم نقدر نجيب طاريه واللي بيجيب طاريه نحن ضده، ولم نقرع الواحد يقرع عينه بإصبعه. تعالى من نحشي على رستم، وهذا العمل مستنكر اطلاقا. الى الشأن الميداني، حيث نفذت وحدات من جيشنا الباسل سلسلة عمليات خلال ملاحقتها المجموعات الارهابية في عربيين وزملكة، وقضت على عدد من افرادها من بينهم اسماعيل غازي ومحمد الخيمي واحمد عبد القادر ونور الدين جحا ومحمد العطري واسامة التقي. كما دمرت وحدة من جيشنا الباسل مدفعا مضادا للطيران عيار 23 ملم وسيارة بمن فيها من الإرهابيين على الطريق المؤدي إلى عدر البلد. بالتوازي، نفذت وحدات من جيشنا الباسل سلسلة عمليات في تل كردي ومزارع دوما وحرستة، دمرت خلالها وكرا للإرهابيين بما فيه، وقضت على أعداد منهم بينهم أحمد النجار وعمر الترك وياسر شلة ويحيى سرويد وعلي خيتي وغسان جركس ومحمد حمود وراتب الشيخ إبراهيم وأحمد ضميري. وفي بلدة كرناز بريف حماس الشمالي، قضت وحدات من قواتنا المسلحة على تجمعات للمجموعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وأحرار الشام. وذكر مصدر في المحافظة أن وحدات من قواتنا دمرت مقرات المجموعات الإرهابية المسلحة وضبطت مصانع للعبوات الناسفة والصواريخ، إضافة إلى مدافع وقذائف الهاون التي كانت تستخدمها في الاعتداء على المواطنين وقوات الجيش. كما دمرت وحدة من بواسلنا مقرا قياديا للإرهابيين بقرية الحواش في منطقة الغاب بمحافظة حماة. إلى ريف إدلب، حيث دمرت وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة تجمعا للإرهابيين في سلقين، وقضوا على عدد من الإرهابيين منهم متزعم ما يسمى لواء أحرار الشام الملقب أبو عبيدة وأبو يوسف الليبي وإبراهيم الحسين وجمال حاج حسين وإبراهيم اسطنبولي.
وفي كفر روما تصدت وحدة من بواسل قواتنا لهجوم إرهابي قرب الحامدية بريف إدلب وقضت على أعداد من الإرهابيين ودمرت سيارات وعربات مصفحة وأخرى مزودة برشاشات دوشكا. كما دمرت وحدة من بواسل قواتنا رتلا من السيارات المحملة بالأسلحة والمليئة بالإرهابيين بالقرب من الحامدية في معرة النعمان بريف إدلب. كما استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة تجمعا للإرهابيين في قرية المجاص شمالي مطار أبو الظهور وأوقعتهم بين قتيل ومصاب. وفي حمص استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة تجمعا لإرهابيين بين قريتي عقرب وتل دهب بريف الحولة وكبدتهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. كما قضت وحدة من بواسل جنودنا على عدد من الإرهابيين في الرستن عند مصلبية بيت الأشتر وفي منطقة المخرم والسلطانية ودمرت آلياتهم وأدوات إجرامهم. كما تركزت عمليات بواسلنا في مناطق جوبر السلطانية والعامرية وامتداد طريق قرية الحسينية بالقصير ومنطقة كفر عايا التي قضت فيه بقواتنا الباسلة على متزاعم إحدى المجموعات الإرهابية المدعو أبو مالك. أعزائي المشاهدين، نحن على تلة قيرة على المدخل الشمالي من منطقة كفر عايا حيث يقوم الجيش العربي السوري بالتصدي للمجموعات الإرهابية وملاحقتها. نشاهد كيف يقوم الجيش العربي السوري بدك صفوف الإرهابيين المرتزقة داخل كفر عايا. لنشاهد المنطقة الشمالية من مدخل كفر عايا حيث يتمركز الإرهابيون داخل الأوكار والمقرات، لكن جيشنا يقوم بالتصدي لهم وبسحقهم. نتابع كيف يتم انفجار أحد مستودعات الأسلحة والذخيرة للمجموعات الإرهابية بالقرب من معمل الأدوية في منطقة كفر عايا. وفي اللاذقية دمرت وحدة من قواتنا المسلحة 4 سيارات مزودة برشاشات بمن فيها من الإرهابيين في بلدة سلمى بريف المحافظة. كما دمرت وحدة أخرى من قواتنا قاعدتي إطلاق صواريخ في قرية بيت حليبية بريف اللاذقية. وخلال متابعتها لفلول الإرهابيين وتجمعاتهم ضبطت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية وذلك خلال مداهمتها وكرا لمجموعة إرهابية مسلحة في قرية كرسانة مستودعا يحوي ذخائر ومواد ومعدات طبية مسروقة وأجهزة اتصالات متنوعة. وذكر مصدر بالمحافظة أن الوكر يحتوي على مواد لتصنيع العبوات الناسفة ومعدات لطباعة عملة مزورة ولوحات سيارات مزورة وبدلات عسكرية وأدوات ومعدات طبية متنوعة مسروقة وأجهزة إلكترونية ولاسلكية وخرائط للمحافظات وكمية من الذخائر. إلى حلب حيث واصلت قواتنا المسلحة عملياتها النوعية في حلب المدينة وريفها واستهدفت خلالها تجمعات للإرهابيين وقضت على أعداد منهم. حيث أفاد مراسل الأخبار في حلب أن قواتنا المسلحة استهدفت تجمعات للإرهابيين في منطقة ماير بريف حلب وأسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير 5 سيارات محملة بالصواريخ كانت قادمة من تركيا. كما استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة تجمعات للإرهابيين في ريف حلب وذلك في بلدات منغ وتل عرن والوضيحي وخان طومان والمنصورة والسفيرة قضت خلالها على أعداد كبيرة من الإرهابيين. كما نفذت قواتنا المسلحة عدة عمليات داخل مدينة حلب قضت خلالها على تجمعات للإرهابيين في منطقة الشيخ سعيد عند حارة الشحادين والمستوصف والمدرسة. عرف من الإرهابين الإرهابيين المقتولين الإرهابي مرعي حسن البكور والإرهابي محمود عبد الله معلول مما يسمى لواء تحرير الشمال والإرهابي محمود كامل فياض مما يسمى كتيبة جند الشام. كما دمرت وحدة من قواتنا المسلحة مقرات للإرهابيين في قاضي عسكر عند مشفى الأطفال وفي الحلوانية عند الدوار وصالة الجوهرة وفي الأشرفية عند السكن الشبابي. من جهة أخرى اندلع اقتتال بين إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء التوحيد على طريق الباب القديم بعد خلاف بينهم على تقاسم المسروقات. أسفر الاقتتال عن مقتل عدد من الإرهابيين من الطرفين من بينهم الإرهابي زكي الجربي ليبي الجنسية.
عبد الله عيد مواطن سوري من حلب سلم نفسه للجهات المختصة بعد أن رأى الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة والتي كان فردا منها. اليوم عبد الله وبعد أن أدرك الحق بات عنصرا من عناصر الجيش العربي السوري حامل وطن. من منا لا يعرف المواطن عبد الله عيد الذي غرر به وانضم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وقام بعد فترة بتسليم نفسه للجيش العربي السوري بعد أن أدرك حقيقة هؤلاء المرتزقة، وقد تحدث لنا في لقاء سابق عن بعض ممارساتهم. مسكوني في صلاح الدين جبهة النصرة، رفعوا في وجهي السلاح ورقموا في وجهي أنه بده يقتلوني، يقولوا لي حقك طلقة أنت. فهون أنا قلت لهم اللي بدكم يا بساوي، يعني من الخوف خوفة منهم يعني، والثلاثة أربعة كلها لقمت سلاح في وجهي. فأنا استويت هون، قالوا لي معناتها أنت تنضم للجماعة، إذا أنت معناتها مانك مع الحكومة، مانك مندس، مانك كذا، بدك تنضم. قلت لهم خلاص بدكم راحوا حكم علي وقت التوحيد، انضميت للجماعة لوقت التوحيد. عبد الله سويت أوضاعه وعاد إلى حياته الطبيعية، ولم يكتفي بذلك بل أصر على التحاقه في صفوف الجيش العربي السوري لأداء واجبه الوطني، ولقناعته التامة والمطلقة بأن الجيش العربي السوري هو درع الوطن وحامل حماه. يعني اللقاء الأول التقيت معك يعني أنا صراحة يعني كنت في جماعة في طرف الغلط، وعند اللي شفت هالغلط تركته ورجعت للطريق المستقيم، والطريق المستقيم واضح يعني الكل بيعرفه، ما الحق ما بتخباه. يعني هي شفت مثل ما أنك شايف، يعني هدول هن أخوتي وأهل بلدي وأهل الوطن وأنا من هالوطن. يعني هلا نحن في الدورة هون صلنا شهر، في خلال شهر بتتخرج دفعات، وتخرجت قبلنا دفعات جيدة طبعا من أهالي حلب، ومن احنا من الريف، وفي من أنا من الريف، وفي معي مجموعة من الريف، شباب من الريف، لأني ببقى الوطني وطني، ما في من كان من الريف، إن كان من حلب، إن كان من الشام، إن كان من حمص، إن كان من حماة، موجودين يعني هم معنا من حي أخونا عنا من حماة موجود. فالوطني ما بتبيز عن غيره، فحبنا للوطن هو اللي جمعنا. شو بتقول من هون وانت انضميت هلأ للجيش العربي السوري وأصبحت عنصرا من عناصره، ماذا تقول لكل من يتابعك عبر الفضائية السورية؟ أقول لهم يعني يشوفوا الحق شلون بده يظهر في الأخير، شلون أنا كنت في طريق الغلط. المسلحين يعني دعوتهم بتشوف المسلحين بدهم حرية، منهم بدهم جهاد إسلام، والإسلام بريء من هالشي، والحرية بريئة من أعمالهم، لأن هن استغلوا الإسلام واستغلوا الحرية استغلال، واستغلوا عواطف الناس. فبقول للناس أنه لا تأكلوا هم، وش قد ما شفتوا البلد في أزمة، سوريا بدها تقوم بأحسن مما كانت عليه. انضم عبد الله إلى المئات من أبناء محافظة حلب، ممن أصروا على أداء خدمتهم الوطنية من أجل الدفاع عن بلد واحد اسمه سوريا. شادي حلو، التلفزيون العربي السوري، حلب. بعد تجنيد الغرب وأدواته في المنطقة للمرتزقة الذين قدموا من كل أصقاع الأرض بهدف تدمير سوريا وقتل شعبها، وبعد تجنيد النساء في صفوف الإرهابيين، ها هم يحاولون اليوم تجنيد أطفال سوريا وتحويلهم إلى آلة للقتل. معنا أحد أطفال الجيش الحر في مدينة حلب. أجساد الأطفال الغضة باتت هدفا لإرهابهم المنظم بعد حالة الإفلاس التي وصل إليها مخططو العدوان على سوريا وأدواتهم الإجرامية في الداخل، ليحولوا الأطفال القاصرين إلى أدوات للإجرام. الحقائق تتكشف يوما بعد آخر حول حقيقة ما يجري في سوريا، وها هي وكالة الصحافة الفرنسية تنشر تحقيقا لها بعنوان المقاتلون المعارضون في سوريا يدربون أطفالا ليصبحوا آلات قتل، في إشارة إلى استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا الأطفال في عمليات القتل وزجهم في الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب السوري. وثائق كثيرة استندت إليها الوكالة من خلال قيام أطفال صغار بذبح شخص وفصل رأسه عن عنقه وسط مباركة الإرهابيين من حوله.
إرهابيون يجازفون بحياة من كانوا أطفالا بعد أن سرقوا منهم البراءة وأقحموهم في الموت من خلال تدريبهم ليصبحوا مجرمين قتلة لا قيمة عندهم للحياة وحرمة الجسد وأي حق آخر. المجموعات الإرهابية المسلحة لم تشوه الطفولة وحسب، بل سلبتهم حق التعليم بعد أن حولت مدارسهم إلى أماكن للإجرام تستغل فيها الأطفال وتغرس في قلوبهم الصغيرة سواد جرائمها. والعذر أقبح من الذنب، بأن الأطفال يطيعون الأوامر ولا يشككون بشيء، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الإرهابيين. على الرغم من أن القانون الدولي يحظر على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما المشاركة في القتال، كما أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل. متابعة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا الحلقي، يلتقي رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سوريا مازن مغربية وأعضاء المكتب السياسي وبعض ناشطيه. الحلقي يؤكد أن الحكومة جادة في تواصلها مع القوى السياسية والمجتمعية داخل سوريا وخارجها لإطلاق عملية الحوار الوطني. لمحة عن جملة الإجراءات والضمانات القضائية والأمنية قدمها الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء لكل من يرغب في العودة والمشاركة في الحوار الوطني، وذلك خلال لقائه رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سوريا السيد محمد مازن مغربية وأعضاء المكتب السياسي. ودعا الحلقي إلى تحفيز كل القوى المجتمعية للمشاركة في الشأن السياسي للخروج من الأزمة والمساهمة في بناء مستقبل سوريا الديمقراطية. من جهته عرض السيد محمد مازن مغربية وأعضاء المكتب السياسي رؤيتهم فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج السياسي، مبدين موافقتهم على مبدأ الحوار غير المشروط والحلول السلمية والسياسية ونبذ العنف ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله. كما قدم مغربية بعض الأفكار والمقترحات على بعض بنود مراحل تنفيذ البرنامج وآليات تطبيقها، مع التأكيد على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا وضبط وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها كافة. ودعا مغربية قوى المعارضة في الخارج للعودة وممارسة العمل السياسي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مشددا على ضرورة إلقاء السلاح. أعتقد أن الحكومة جادة، وأرجو أن تكون جادة فعلا كما قالت بإنشاء الحوار، ولكن أنا أخشى أن يتأخر الحوار لفترة طويلة، لأن سوريا على مفترق طرق كما نقول دائما، والوقت ليس في صالح سوريا. أنا أرجو أن يعقد الحوار غدا قبل بعد غد، لأن قد يأتي وقت يصبح فيه الحوار مستحيل، لأن الصراع المسلح والمسلحين يطعون على الشارع السلمي اليوم. وأعقب اللقاء حوار تفاعلي بين رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية ومجموعة التيار الثالث لأجل سوريا، تركز على توضيح بعض الأفكار المتبادلة للوصول إلى رؤى وقواسم وطنية مشتركة تغني وتهيئ المناخ المناسب لإطلاق عملية الحوار الوطني. في حلب الشهباء، فعاليات ملتقى الحوار الوطني تنطلق بمشاركة تيارات وطنية عدة وفعاليات مختلفة. رغم جراحات حلب وأهلها الذين يعشقون كغيرهم من السوريين الحياة، انطلقت في الشهباء فعاليات ملتقى الحوار الوطني الذي تقيمه أمانة حلب للثوابت الوطنية بمشاركة التيارات الوطنية وممثلين عن الفعاليات الدينية والاقتصادية والثقافية والشبابية، جاعلين من برنامج الحل السياسي قاعدة ومنطلقا لحواراتهم، وداعين جميع التيارات بمختلف توجهاتها للمشاركة في حوار يفضي إلى بناء سوريا الجديدة وفق أسس ديمقراطية تعددية. نحن شكلنا فريق عمل قبل وبعد خطاب السيد الرئيس لقراءة المراحل التي قدمت كخريطة عمل كمراحل متتابعة متعلقة في بعضها البعض، ورأينا أن الميثاق هو المعيار. نحن اشترطنا في البيان الذي أعددناه وفي التوصيات الختامية أن يوضع لأي حوار جدولا زمنيا للتنفيذ. سنلتقي في القريب العاجل بمؤتمر حواري يشكل كل أطياف حلب، كل المواطنين الموجودين في حلب من المعارضة الوطنية، من المواطنين الغيورين على حلب،
وعلى سوريا وعلى مستقبل سوريا. آلية الحوار التي ينبغي أن ننبثق وأن ننطلق منها وهي الكلمة الطيبة. وأكد المشاركون على أن التحول الديمقراطي في سوريا لا يتم إلا باستعادة الحياة السياسية والحزبية، وأن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النظام السياسي لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز منظومة القيم الوطنية ومبدأ المواطنة. المعارضة هي وجه إيجابي يحتاج النظام وتحتاج الدولة ويحتاج الوطن، أما الخيانة تحت اسم معارضة هذا خلط مرعب. نحن كشباب طلبنا أن يكون هناك صيغة معينة لتعريف الإرهاب. نحن بالمناطق الشعبية ملاحظين أنك في كتير ناس مهمشين، الشباب والصبايا بعمر معين، هدول مهمشين مبعدين. فبخلال تواصلنا كحركة نبض شباب سوري حسينا أنه هدول الناس لازم نحن نتعاون معهم، نقرب منهم ونوعيهم لحتى يكونوا عنصر مساهم في رفع وتيرة العمل بسوريا. للأسف أنه أي ملتقى وطني بتحدث عن الوطن للأسف تكتظ الصالات برؤوس بأصحاب الرؤوس الشائبة، بينما شوارع الوطن تكتظ بالشباب اللي دفع ثمن جدا كبير. أصحاب الرؤوس الشائبة ليسوا هم الشياب، لم أقصد بذلك، لكن أصحاب الرؤوس الشائبة هم من ورثونا هذه النكسات إن كان بصمتهم إن كان بخنوعهم إن كانوا مسؤولين. هي خطوة من الخطوات المتسارعة التي تلت طرح برنامج الحل السياسي للأزمة في سوريا، واللبنة الأساسية في توفير أجواء حقيقية تؤدي لحوار سوري سوري بمعزل عن توصيات الخارج وتوجيهاته. رحبت روسيا باستعداد المعارضة السورية لبدء الحوار مع ممثلي الحكومة، وأعلن ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم خارجيتها أن بلاده تدعو إلى الحوار باستمرار باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة والذي يتيح للسوريين تحديد مصيرهم بأنفسهم. وقال لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي في موسكو إن روسيا ستواصل إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات السورية والمعارضة على حد سواء، وستسهم بذلك في البحث عن نقاط التقاء لتهيئة المناخ المناسب للحوار السوري السوري على أساس قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، مؤكدا أن بلاده لا ترى أي بديل عقلاني آخر لمثل هذا المجرى للأحداث. واعتبر لوكاشيفيتش أن تغيير موقف الدول الغربية حيال الأزمة في سوريا بشكل جذري يؤدي إلى ارتياح كبير بين جميع الأطراف، مضيفا أن مزيدا من القوى الدولية تعترف بأن استمرار العنف لن يؤدي إلى تسوية الأزمة. كما أكد لوكاشيفيتش وجود تفاؤل حذر بشأن الحل مع ملاحظة بعض الدلائل التي تشير إلى أن الوضع قد يتغير، مشيرا إلى مواصلة روسيا تقديم الدعم للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، ولكن ليس الدعم غير المشروط، لافتا إلى أن أفكاره ليست أساسا متفق عليها بالإجماع، وأن كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي لم تلاقي دعم الجميع. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي جدد الدعوة لدعم وتشجيع الاتجاهات لإيجاد حل سلمي سريع للأزمة في سوريا. واعتبر المالكي في تصريحات له على هامش مشاركته في القمة الإسلامية 12 أن الآفاق باتت متاحة لإمكانية إيجاد حل أو مخرج للأزمة يحقق طموحات الشعب السوري. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن العراق دولة لا تحتاج ولا تريد أن يتدخل أحد بشؤونها ولا أن تتدخل في شؤون أحد، مؤكدا أنها تستقر حاليا على أسس الديمقراطية والانتخابات والشراكة. الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أكد أن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية والمعارضة وتحقيق السلام والأمن من خلال الحوار، وأن العون الذي تستطيع أن تقدمه إيران إلى سوريا هو السعي من أجل تحقيق الوفاق الوطني وفق إرادة الشعب السوري. وشدد نجاد خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة التعاون الإسلامي في القاهرة أنه لا يحق لأحد التدخل في الشؤون الداخلية لسائر الدول، مشيرا إلى أن الوحدة في المواقف بشأن الأزمة في سوريا لا تتحقق بالتمسك بالخلافات بل من خلال العمل على أسس مشتركة وتوسيع نطاقها للوصول إلى حل. وأشار أحمد نجاد إلى أن مساعدة إيران لسوريا في تحقيق الوفاق الوطني لا يعني أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، مضيفا أن الشعب السوري وحده من يقرر من يحكمه. أكد الرئيس الإيراني أن وجهات نظر مصر وتركيا وإيران في هذا الحقل تسير نحو التقارب شيئا فشيئا.
أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور خلال ترأسه وفد لبنان في مؤتمر القمة الإسلامي أن اللجوء إلى الحوار السياسي الوطني في سوريا وحده يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري بعيدا عن تدخل الأيادي الخارجية التي تحرض على الاقتتال وتؤججه من خلال خرق واجتياز الحدود وتدفق الأموال والسلاح. وجدد منصور إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي على مركز البحث العلمي، وقال إن إسرائيل تأسست على العدوان وممارسة الإرهاب واحتلال الأراضي، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم الدولي.